السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلنا أكتر من مرة قبل كده إن كل الشركات وكل المواقع وكل البرامج هتبقى أساسي فيها الذكاء الاصطناعي. أي شركة أو أي منتج مش هيبقى فيه ذكاء صناعي هنعتبره من الجيل القديم ومفيش حد هيستخدمه، لأن الذكاء الصناعي بيوفر وقت كتير جدا زي ما اتكلمنا في فيديوهات كتيرة على بيم أريبيا. فحتى شركة أوتوديسك بدأت تستثمر كتير جدا في القصة دي وهيبقى جزء أساسي من التطبيقات بتاعتها بعد كده. انا اشوف الفيديو ده سريعا. شركة ديسك بدأت ان كل البرامج بتاعتها سواء الاوتوكاد سواء الريفيت سواء السيرش 3D هيبقى جزء اساسي فيها في المستقبل اللي هو الذكاء الاصطناعي. ده مثلا ان انت مجرد ان انت تقول تصميم هو يبدأ يولد لك تصميمات كتيرة جدا، تمام. وبدأ ان هو فعلا ينزل في الديسك فورم، بدأ ينزل في الذكاء الصناعي انفو دريج، ده شركة اشترتها اوتوديسك قريب. الاوتوكاد برضو بدأ يبقى فيه ذكاء اصطناعي، والكونستراكشن اي دي زي ما شفنا برضه شركة أدوب راحت منزلة حاجات كتيرة جدا من الذكاء الاصطناعي في قلب الأدوب فوتوشوب وهكذا. حتى أوتوديسك فيوجن هيبدأ يظهر فيها الذكاء الاصطناعي. الحاجات الخاصة بالميديا أوتوديسك فلام والمايا وثري دي ماكس وأوتوديسك فلو، كل ده هيظهر فيه الذكاء الاصطناعي، هيبقى حاجة أساسية في كل برامج، يعني هيبقى من قلب الكور او قلب الفريق الاساسي اللي بيطور البرامج بتاعه اوتوديسك هيبقى فيه جزء خاص بالذكاء الاصطناعي. اوتوديسك فورما، تمام، انت تدي له حته ارض وهو يبدا ان هو يخصصها لك ويبدا ان هو يعمل لك عليها دراسات خاصه بالمناخ والرياح والظلال، اتكلمنا عنه اكتر من مره. كان زمان اسمه سبيس ميكر، لو بتدور على القناة دور على سبيس ميكر هتلاقي مشروع ما حصلش اختلاف كبير. في أجزاء كتيرة جدا هتبقى معتمدة على الذكاء الاصطناعي في التطبيق. الانفو دريليج ممكن ميكونش لسه مشهور لأن الديسك لسه شارياه، لكن برضه هيبقى فيه تسهيل عليك في قلب الذكاء الاصطناعي بحيث يوفر عليك الوقت. وهيبقى فيه جزء خاص بالماشين ليرنينج، ان هو يبدا يتعلم منك، يبدا يتعلم من الشغل بتاعك، يبدا يفهم انت بتفكر ازاي ويبدا ان هو يطور نفسه. عملت اي تعديل هو اوتوماتيك يظبط التعديل دوت في البلين. حتى اوتوكاد هيبقى فيه اجزاء كتير جدا خاصة بالذكاء الصناعي، فدي نقلة رهيبة. يعني شفنا نقلة من المانيوال للكاد ومن كاد للبيم ودلوقتي من البيم للاي اي بيم او زي ما هيتسمى اللي هو الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الشغل بتاعنا. فان شاء الله نتكلم عن اي ابديت دي يحصل بالتفصيل على قناة بيم اريبيا.